مساء الخير. لعلكم تتساءلون عما يجري هنا، سأقول لكم إننا نحتفل اليوم بعيد النجاح. ماذا؟ سمعت أحدا يسأل. تلك الطفلة اللطيفة تسألني عن عيد النجاح. حسنا يا صغيرتي، سأجيبك. إن أجمل عيد بالنسبة للأطفال هو نجاحهم في المدرسة. عندما ننجح في صفوفنا فهذا يعني أننا صرنا أكبر وأن معلوماتنا صارت أكثر. والنجاح عيد أيضاً لأنه يعني بداية عطلة طويلة نمرح فيها ونلعب ونمارس هواياتنا الجميلة. عفواً، ذلك الصديق يسأل عن عنبر والأطفال. لقد ذهبوا إلى المدرسة لمعرفة النتائج. أتمنى أن يكونوا جميعاً من الناجحين. ها هم قادمون، سأعود إلى التلفزيون لأعد لهم الحلوى. هيلا هوب. أنا أعرف من الذي أقام هذه الزينة. من يا عنبر؟ المارد. المارد؟ عن أي مارد أنت تتحدث؟ المارد صديق علاء الدين. علاء الدين؟ أجل، علاء الدين صاحب المصباح السحري، إنه صديقي. يبدو أن النجاح قد أثر على عقلك يا عنبر. علاء الدين والمصباح السحري والمارد، ما الحكاية؟ ألا تصدقون؟ حسناً، انتظروا. بمن تتصل يا عنبر؟ ستعرفون حالاً. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من يتكلم؟ أنا التاريخ.
نعم التاريخ. أنت التاريخ إذن. أجل، هل من خدمة؟ أريد أن أتكلم مع علاء الدين. علاء الدين؟ من هو علاء الدين الذي تريده؟ متى وأين عاش؟ ماذا كان عمله؟ علاء الدين، ألا تعرفه؟ علاء الدين صاحب المصباح السحري. علاء الدين والمصباح السحري مجرد حكاية يا عنبر، حكاية خيالية اخترعها الإنسان. يعني لا يوجد علاء الدين؟ بل يوجد يا عنبر، يوجد في الحكايات وفي الكتب وفي قصص الأطفال وفي أفلام الكرتون فقط. فقط يا عزيزي، فقط. والمارد، المارد الذي يخرج من مصباح علاء الدين، ألا تعرفه؟ أعذرني يا عنبر، فأنا لا أعرف إلا أسماء الأشخاص الذين كانوا موجودين فعلا. أما أبطال الحكايات أمثال علي بابا وعلاء الدين والسندباد فأنا لا أعرف أحدا منهم. شكرا. عفوا، أنا في الخدمة. السلام عليكم. مع السلامة. كنت أظن علاء الدين إنسانا حقيقيا مثلنا. ما زلت أسأل، من الذي أقام هذه الزينة؟ شخص واحد يمكن أن يظهر في هذا المكان ويقيم هذه الزينة. من؟ إنها ريم. لقد حذرت يا دانا. هيلا هوب. مبروك النجاح، مبروك لكم جميعا. شكرا شكرا يا ريم. أرى معك ضيوف يا عنبر. نعم إنهم أصدقائي. هذا طارق. أهلا. وهذا صديقي غالب. وهذه صديقتي عبير. أهلا. رزان. أهلا رزان. أما هذا فهو حسن، إني أعرفه، فقد شاهدني على شاشة التلفزيون وكثيرا ما كان يسألني عن بعض المعلومات. أهلا بكم جميعا. كان عنبر يظن بأن علاء الدين صاحب المصباح السحري هو الذي أمر بصنع الزينة. لما لا؟ جاء علاء الدين إلى هنا وفرك مصباحه هكذا، فخرج من المصباح مارد ضخم وقال له: شبيك شبيك، عبدك بين يديك. فقال له علاء الدين: اصنع لي زينة جميلة تليق بأصدقاء الأطفال. وهكذا أسرع المارد الطيب وصنع هذه الزينة الرائعة. اسمعوا، عاد عنبر وصدق الحكاية من جديد. ولكن أتدرون يا أطفال بأن فكرة مصباح علاء الدين والمارد المطيع قد تحققت فعلا؟ تحققت؟ كيف؟ باختراع الإنسان الآلي. ما هو الإنسان الآلي هذا؟ الإنسان الآلي خادم مطيع للإنسان، يقوم بالأعمال التي يريدها منه ويتحرك بواسطة الكمبيوتر. إنسان آلي؟ كمبيوتر؟ إني لا أفهم شيئا. لحظة يا عنبر، دعونا نجلس ونراقب هذا الفيلم وستفهم بعد ذلك كل شيء. الكمبيوتر. الكمبيوتر اختراع مفيد من أعظم الاختراعات التي توصل إليها عقل الإنسان. لماذا يا ترى؟
لأن الكمبيوتر جهاز ذكي يستطيع أن يحفظ داخل ذاكرته آلاف المعلومات المهمة دون أن ينساها، وهو قادر على تقديمها لنا حالما نطلبها. وميزة الكمبيوتر العظيمة هي السرعة والدقة في العمل، فهو يجمع لنا عشرات الأرقام ويضربها ويقسمها ويطرحها في أقل من ثانية واحدة، بل إن بعض أنواع الكمبيوتر تستطيع أن تقوم بجمع ملايين الأرقام في ثانية واحدة. وللكمبيوتر فوائد كثيرة، أكثر من القيام بعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة كما هو الحال في الآلات الحاسبة. فالآلة الحاسبة التي نعرفها ما هي إلا نوع بسيط جداً من أنواع الكمبيوتر، وتدعى كمبيوتر ذو هدف محدد، أي أنها جهاز كمبيوتر يقوم بالعمليات الحسابية فقط. فما هي المهمات الأخرى التي يمكن أن يقوم بها الكمبيوتر؟ يستطيع الكمبيوتر أن يقوم بمهمات كثيرة، فمثلاً يستطيع أن يجمع داخل ذاكرته آلاف وملايين المعلومات ويرتبها لك ترتيباً سهلاً يساعدك على معرفة ما تريده من هذه المعلومات بسرعة وسهولة. تستطيع مثلاً أن تجمع في ذاكرة الكمبيوتر أسماء الأصدقاء وعناوينهم وأرقام هواتفهم، وإذا أردت تستطيع أن تسجل في ذاكرته مذكراتك الشخصية باليوم والساعة ثم تسأله عنها متى شئت ليذكرك بها كما حدثت معك. والكمبيوتر يمكن أن يصبح رساماً فيرسم لك ما شئت من صور ويلونها لك بأروع الألوان، وهو يستخدم الآن لرسم أفلام الصور المتحركة التي نحبها ونتابعها باستمرار. كما يستطيع الكمبيوتر أن يكون صديقاً مسلياً لنا ويقدم لنا أمتع الألعاب، لقد قدم الكمبيوتر للإنسان خدمات كثيرة وأصبح شريكاً له في كل الأعمال، فهو اليوم يدير المصانع والمكاتب وينظم حركة المرور ويشرف على حركة الطائرات وإطلاق الصواريخ ويقود مركبات الفضاء. من الذي اخترع الكمبيوتر؟ إنه العالم البريطاني تشارلز بابيج، وذلك عام 1812. لكن العلماء الذين جاءوا من بعده استطاعوا أن يطوروا الكمبيوتر كثيراً حتى صار سيد الاختراعات وأكثرها انتشاراً في العالم. وأكثر من ذلك.
لقد حول العلماء جهاز الكمبيوتر إلى آلة مطيعة تقوم بالأعمال التي يقوم بها الإنسان، وأطلقوا على هذه الآلة اسم الإنسان الآلي. في المصانع اليوم عمال آليون ماهرون يقومون بصناعة الكثير من الآلات والأدوات المهمة في حياتنا، والبشر يقومون فقط بقيادة الإنسان الآلي وتوجيهه وتزويده بالمعلومات. بقيت معلومة صغيرة، كلمة كمبيوتر كلمة أجنبية معناها الحاسب الآلي، ويفضل علماء اللغة العربية أن نطلق عليه اسم الحاسوب. تلك هي قصة صديقنا الحاسوب. والآن ما رأيكم أن نتناول الحلوى بمناسبة نجاحكم؟ فكرة رائعة، أنا أحب الحلوى كثيرا، ولكن أين هي؟ سيحضرها صديقنا الآلي في الحال. صديقنا الآلي؟ نعم، أعرفكم على السيد حاسوب، صديق الأطفال وخادمهم الطيب. إلى أهلا بالسيد حاسوب. تفضلوا، مبروك. شكرا. تفضلوا، مبروك. قلت لك شكرا. تفضلوا، مبروك. ما هذا؟ شكرا شكرا، قلت لك شكرا. تفضلوا، مبروك. ما هذا الحاسوب؟ لا يعرف إلا هاتين الكلمتين؟ بل يعرف أشياء كثيرة، لكنه لا يعرف إلا ما نعلمه إياه. ها؟ لماذا يقف أمامي هكذا ويردد تفضلوا مبروك تفضلوا مبروك؟ قلت له شكرا فعاد يقول تفضلوا مبروك. أرأيت؟ ما زال يردد تفضلوا مبروك تفضلوا مبروك هاتين الكلمتين دون أن يقدم الحلوى لبقية الأصدقاء، وسيظل واقفا هكذا حتى ترد عليه الرد المناسب. الرد المناسب؟ وماذا أقول له؟ عندما برمجت الحاسوب علمته أن يقول مبروك، وأن لا ينتقل من ضيف إلى آخر إلا عندما يقول له الضيف بارك الله فيك. تفضلوا مبروك. بارك الله فيك. تفضلوا مبروك. بارك الله فيك. تفضلوا مبروك. بارك الله فيك. مسكين هذا الحاسوب. لا يعرف إلا هاتين الكلمتين، تفضلوا مبروك تفضلوا مبروك. ريم أنا أذكى منه. طبعا أنت أذكى منه. اسمع أنت أيها الحاسوب، أنت هل تعرف الحروف الأبجدية بالترتيب؟ تفضلوا مبروك. أنا أحفظها عن ظهر قلب. عمار علمه إياها إذن. كيف؟ اطبعها في ذاكرته. ذاكرته؟ ولكني لا أعرف كيف. أنا سأفعل. حسناً يا حسن، اكتب ألف باء تاء ثاء جيم. ألف باء تاء ثاء، ما أحلى لغة الآباء، نكتب فيها نقول.
فيها من شرق أرض العطاء. ألف ما أنت أنثى ما أحلى لغة الآباء. نكتب فيها نقرأ فيها من شرق أرض العطاء. اذكر لي الحروف الأبجدية بالترتيب. بكل سرور. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زين سين شين صاد ضاد طاء ظ عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. أحسنت أحسنت يا حاسوب، إنه رائع حقا. هذا ظلم، هذا ليس عدلا. لماذا يا عنبر؟ لقد صفقتم لحاسوب وأثنيتم عليه رغم أني أنا الذي علمته ترتيب الحروف. عنبر على حق، إنه لم يفعل شيء سوى أنه اختزن الحروف في صدره هذا وأخذ يرددها كالببغاء. حسنا يا عنبر، أنت على حق. والآن دعونا نصفق لعنبر الذي علم الحاسوب ترتيب الحروف. شكرا شكرا شكرا. تفضلوا مبروك. تفضلوا مبروك. تفضلوا مبروك. أحسنت بصمتك يا عنبر، لو قلت له شكرا مرة أخرى لقال لك تفضلوا مبروك. حسنا يا حاسوب، بارك الله فيك. اتركنا من هذه الجملة والتفت لعملك. أنا في خدمة الأطفال. حسنا، اذهب إلى الشاشة وضع لنا فيلم أين الخطأ. إلى هوب.
ماذا قلتم يا أطفال؟ الخطأ واضح ولا يحتاج إلى تفكير. تبدو اليوم متحمساً وواثقاً من نفسك. طبعاً طبعاً، الناجحون دائماً هكذا مثلي. أسمعنا ما عندك. كان الخطأ في تصرف الطفل الذي رفض دعوة صديقه، عندما دعاه إلى تناول الحلوى رفض وامتنع، وهذا تصرف غير لائق. ظننت أنك قد عرفت أين الخطأ فعلا يا عنبر، ولكنك هذه المرة يعني هذا غير صحيح؟ نعم غير صحيح. وما هو الصحيح إذن؟ ها؟ كان الخطأ في شراء الطفل من البائع المتجول، لأن الحلوى كانت مكشوفة ومعرضة للغبار والجراثيم. هذا صحيح يا دانا، كان على الطفل أن لا يشتري الحلوى من العربات المكشوفة، لأن الحلوى المكشوفة معرضة للغبار والجراثيم. والآن دعونا نتأكد من الطبيب. شو اسمك عمو؟ سائل. قديش عمرك؟ 10 سنوات. تروح للمدرسة؟ نعم. كيفك بالمدرسة؟ كويس. كويس؟ من ايش تشكو عمو؟ مغص بطني. مغص؟ وغير المغص من ايش تشكو؟ السهر مراجعة كتير. قديش مرة؟ راجعت كتير براجع، والسهر 6 مرات. شو أكلت اليوم؟ فطرت بالبيت، من البائع اللي على الباب المدرسة اشتريت حبة جاتو. جاتو كان مكشوف الجاتو؟ نعم كان مكشوف. إذا معناه هذا السبب، لأن الجاتو المكشوف معرض للتلوث بالجراثيم. الآن راح أكتب لك دواء وتشرب الدواء وبعديها تروح للمدرسة، بس توعدني إنك ما تشتري من البائع المتجول. أوعدك. ولكن ما ذنب البائع المسكين؟ إذا لم يشتري الأطفال منه الحلوى فلن يبيع شيئاً، ولن يحصل على نقود ليعيش منها. بل يستطيع يا عنبر، يستطيع أن يبيع ويعيش ويحصل على النقود، إذا هو صنع صندوقاً من الزجاج ووضع فيه الحلوى ليحميها من الغبار والجراثيم. أحسنت يا دانا، وتستحقين على هذا الحل هدية. ما هي؟ حكاية من حكايات جحا. لا لا لا، لا يجوز هذا يا صديقي، يجب أن تعتذر من الحمار، فقد أخطأت لأنك ضربته بلا سبب. أعتذر من الحمار؟ ماذا تقول يا جحا؟ الحمار يا صديقي حيوان لطيف ورقيق، لا يجوز لنا أن نؤذي مشاعره بالضرب. لا لا لا، أنت تبالغ يا جحا، الحمار حيوان غبي لا يدرك ولا يفهم. لا لا لا، أنت مخطئ، الحمار أذكى الحيوانات، وأحيانا هو أذكى من البعض. لم أفهم. لم تفهم؟ سأوضح لك، هل تعرف القراءة مثلا؟ جحا، تعرف أنني لا أقرأ ولا أكتب. ما رأيك أن حماري يعرف القراءة؟ ماذا؟ أنا لا أصدق. بل صدق، لقد تعلم القراءة وأنت لم تتعلمها بعد. ما زلت لا أصدق. انتظر وسترى بعينك وستصدق. لا لا لا، حمار يقرأ ويكتب؟ لا لا لا، هذا شيء كثير. كفى كفى يا عزيزي نهيقا، واستعد لقراءة هذا الكتاب. انظر انظر يا صديقي وتعلم. أحسنت أحسنت أيها الحمار الذكي، لكنني لا أسمعه يقرأ شيئا. قراءة الحمار بهذا المقدار، وما زلت أعلمه يوما بعد يوم حتى يصبح قارئا بارعا. ولكن كيف تعلمه القراءة؟ الأمر بسيط جدا،
أنت تعلم أن الحمار يحب الشعير. صحيح. وحتى يحب الحمار القراءة يجب أن يعرف أن القراءة لذيذة كالشعير. ولكن كيف؟ سأقول لك السر وأمري إلى الله. قل. ولكن إياك أن تبوح به لأحد. قل يا جحا، سرك محفوظ. كنت أضع في كل صفحة من صفحات الكتاب كمشة من الشعير. ولأن الحمار يحب الشعير فقد صار يقلب الصفحات بحثا عن طعامه المفضل. ومرة بعد مرة صار يحب الكتب ويقلب صفحاتها. يا لك من داهية يا جحا، تأتي بأفكار عجيبة. بالطبع هذا واضح. والآن قل لي يا صديقي، ما هي أحب المأكولات إليك؟ الفستق، أنت تعرف أنني مغرب بالفستق. حسناً حسناً، الفستق. سأضع لك في كل صفحة من هذا الكتاب كمشة من الفستق. رائع. ونرى من الذي سيتعلم القراءة بسرعة أكبر، أنت أم الحمار؟ أنا طبعاً. الله أعلم. كانت هدية رائعة، شكرا لك يا ريم. شكرا شكرا. تفضلوا. مبروك. تفضلوا. مبروك. تفضلوا. مبروك. تفضلوا. مبروك. تفضلوا. تلفزيون الأطفال، تلفزيون الأجيال، علم وأدب وجمال، تلفزيون الأطفال.